يعمل مجلس الصحة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على تنسيق الجهود الخليجية في مواجهة فيروس كورونا، وقد بحث مسؤولو القطاع الصحي في دول مجلس التعاون لقاءات عبر الفيديو لتنسيق الجهود ضمن مساعي الأمانة العامة لمجلس التعاون لاحتواء انتشار الفيروس. حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من الرياض معالي الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. أهلا بك معالي الأمين العام. بداية، في ظل ما تمر به دول العالم والمنطقة من أزمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما هي أبرز الجهود التي تبذلها حكومات دول مجلس التعاون في هذا السياق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لتلفزيون البحرين على هذه الاستضافة. أمسي عليكم بالخير وعلى أهلنا في مملكة البحرين الحبيبة. في هذه الظروف اللي يشهد العالم فيها تحدي غير مسبوق يتعلق في الصحة العامة من خلال انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، والذي نجد أن العالم تداعى في جميع الدول للتعامل المسؤول والحكيم لمواجهة هذا التهديد. بحمد الله، دول مجلس التعاون ومن خلال التنسيق الكبير الذي بدأ منذ بدايات ظهور هذا الفيروس تداعت إلى لقاءات تنسيقية. كان هناك اجتماع طارئ لأصحاب المعالي وزراء الصحة في 19 فبراير الماضي، وأيضا كان هناك اجتماع ثاني لهم يوم السبت الماضي عبر الاتصال المرئي، وعقد أيضا اجتماع لوكلاء وزارات الصحة في دول المجلس للوقوف على استعدادات دول المجلس كمنظومة في مواجهة هذا الوباء. بالتأكيد هذه الإجراءات الاحترازية وخطط الطوارئ التي تم تفعيلها وفق البروتوكولات المتفق عليها بما فيها من إغلاق للمنافذ الحدودية والمطارات وإجراءات الفحص الطبي للقادمين من الدول التي تعاني من انتشار هذا الفيروس، وأيضا إجراءات مراكز الحجر الصحي وأيضا الحجر المنزلي، كلها تدابير تم الاتفاق عليها لمنع انتقال هذا الفيروس أو للتقليل من انتشاره في دول المجلس. تعلمون أيضا أن وزراء أصحاب المعالي وزراء الصحة قد أنشأوا غرفة عمليات مشتركة على مدار الساعة لتبادل المعلومات وأيضا توحيد الإجراءات التي تتطلب تكاتف وتضافر جهود وأيضا تتطلب التنسيق المستمر لمواجهة هذا الفيروس لحماية مواطني دول المجلس وأيضا المقيمين فيها. وهذه الغرفة تعمل على مدار الساعة ويكون هناك دائما رسائل توعوية وإعلامية توضح ما هو المطلوب من المواطنين في هذه الفترة. نعم معالي الأمين العام، في ظل الظروف الراهنة، يعني هل لك أن تسلط لنا الضوء على الدور الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لضمان استمرارية عقد الاجتماعات التنسيقية والتعاونية المهمة التي يتم عقدها بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات، وخاصة تلك الاجتماعات المعنية بتبعيات انتشار فيروس كورونا؟ نعم، احنا يعني كأمانة عامة دورها الأساسي هو التنسيق وتوحيد الجهود. وبادرت الأمانة في التواصل مع أصحاب المعالي وزراء الصحة كمثال، وعقدت عدة اجتماعات. الآن في ظل الظروف المؤقتة والاستثنائية التي اتخذت في دول المجلس، فعلت الأمانة طريقة الاجتماعات عبر الفيديو كونفرنس أو التواصل المرئي. وهذا من خلال أجهزة التقنية الحديثة التي وفرت للمعنيين سواء على المستوى الوزاري أو على مستوى اللجان الفنية أن تستمر اجتماعاتها وتستمر التنسيق رغم الظروف الاستثنائية والمؤقتة التي تمر فيها دولنا. على سبيل المثال ذكرت أن أصحاب المعالي وزراء الصحة أقدوا اجتماعين، أحد هذه الاجتماعات السبت الماضي كان من خلال التواصل المرئي. أصحاب المعالي والسعادة محافظي البنوك المركزية عقدوا اجتماع أيضا في هذا الخصوص. وكلاء وزارة الصحة
بينهم اجتماعات مستمرة من خلال غرفة العمليات المشتركة التي تم إنشائها مؤخرا. كل هذه الجهود تأتي من ضمن دور الأمانة العامة في تنسيق وتوحيد وحشد الجهود، ليس فقط في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي، ولكن في كل المجالات التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك. نعم بلا شك معالي الأمين العام، هي ظروف أو هي جهود مقدرة ومشكورة. أخيرا، ما هي الرسالة التي تودون معاليكم توجيهها لشعوبنا الخليجية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأسره؟ نعم، إن كان هناك من رسالة فأنا من خلال تلفزيون مملكة البحرين أتمنى أني أرسل رسالتين. الرسالة الأولى لجميع أبنائنا في الطواقم الطبية الذين يعملون ليل نهار في جميع دول المجلس لمجابهة هذا الفيروس، وهذا التفاني الذي نراه في كل مجالات وفي كل أركان دول المجلس يبعث للفخر والاعتزاز، بحيث أصبحت الإجراءات التي اتخذتها دول المجلس مسار إشادة وتقدير من قبل منظمة الصحة العالمية لما تميزت به من شفافية ومن مبادرة ومن استباقية للتعامل مع هذا الظرف الاستثنائي. هذه الرسالة الأولى، شكر وتقدير وإجلال للطواقم الطبية ولجميع العاملين سواء في الخط الأول، في رجال الدفاع، رجال الأمن، الدفاع المدني، الطوارئ الطبية، المتطوعين، شباب وشابات الخليج الذين ضربوا اليوم أبرز مثل في التكاتف والتعاضد في مثل هذه الظروف وفي مثل هذا الوباء الذي يهدد مجتمعاتنا. الرسالة الثانية أحب أن أوجهها إلى أبناء الخليج. عرف بالتاريخ وقفة أبناء الخليج وتكاتفهم ومساندتهم للجهود الحكومية، اليوم قاعدة تبذل جهود جبارة، ووجدنا الدعم الأهلي للجهود الحكومية والتطوع والمبادرة في تقديم الخدمات. نتمنى أن تستمر هذه الروح الإيجابية، الاستماع إلى المعلومات من مصادرها الرئيسية الموثوقة، الابتعاد عن الإشاعات وعن مراكز أو وسائل التواصل الاجتماعي التي تثير الشكوك، وأيضا الاستماع إلى جميع توجيهات الجهات المسؤولة التي تنادي دائما في البقاء في المنازل واتباع الإرشادات اللازمة. نحن نمر في ظرف استثنائي، هذا الظرف الاستثنائي يتطلب أن نتعامل معه بروح المسؤولية، ونحن مؤمنون بأن مواطني الخليج على قدر عالي من المسؤولية، لأن التاريخ أبرز دائما مواقفهم المشرفة. نعم، من الرياض معالي الدكتور نايف الحاج رفا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شكرا جزيلا لكم وعلى جهودكم الكبيرة.